القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. انتهى العدوان على غزة ولم ينتهي الأمل بالحياة، كما لم ينتهي حب طفل لألعابه أو شوق أب لابنه. انتهى العدوان ولم ينسى الوطن من انتهت حياتهم ورحلت أحلامهم، ومن أجل ذلك كانت هذه الحفلة الموسيقية. محتواها نقول لن تمروا بكل الأمور اللي عمالهم الاحتلال الإسرائيلي بيحاول يقمع شعبنا في غزة، عم بيحاول يوقف كل هاي الأنواع من المقاومة، وبالتالي احنا بنشعر واحدة من أشكال المقاومة هي الثقافة الفنية، فاحنا عم نحاول نحارب اضطهاد إن كان مجتمعي ولا اضطهاد سياسي، وبالتالي من خلال هاي الأمسية احنا عمليا بنوصل صوتنا لغزة، عمالنا بندعم كل أطفالنا والمقاومين في غزة، إضافة لأنه بدنا ندعم مستشفى الشفاء قسم الأطفال في غزة. مجموعة شبابية تطوعية أخذت على عاتقها تنظيم هذه الأمسية من أجل أن تبقى غزة حاضرة في الوجدان بصورها المؤلمة، بأطفالها الجرحى، بدم شهدائها الزكي، ومن أجل أن يعلم كل من جاء لهذا الحفل أنه بجلوسه هنا يقدم دعماً للطيور المصابة في غزة. دائماً الفن يعتبر وسيلة للتعبير عن شو اللي بنفوسنا، فمن بداية الاحتلال لهلأ تحبنا دائما بأغنيات ثورية بتشجع فينا المقاومة وبتشجع فينا حبنا للوطن أكتر. فأنا برأيي أنه الفن بأي طريقة، سواء نحت، غنى، تمثيل، مسرح، بأي طريقة ممكن إحنا نعبر عن حبنا لبلدنا عن طريق الفن. فهذا جزء من ثقافتنا كمجتمعنا الفلسطيني، إحنا طول عمرنا يعني عايشين بهاي الأجواء ودائماً بشجع هيك أمسيات. أناس جاءوا ليسمعوا هذه الأغاني على وتر أنين من فك يصرخ في قطاع جريح. عشان مصاري التذكرة بتروح للأولاد اللي في غزة، وأنا حابة أنه أعطيهم مصاري لأنهم حرام ما عندهمش أكل وبيرتحوش وهم نايمين وما عندهمش مدارس. بدي أحكي عن أرض اللي سرقوها وعن البيوت اللي طردوا أهله ونفوها. إذن هو حفل موسيقي لا يستمع فيه الجمهور للألحان وفقط، بل يعزفون على لحن جراح لم تشفى بعد. أنين في غزة يصرخ ويشعل هذه التظاهرة الفنية. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.